القافله الطبيه مش فيها مجموعه ديال الناس اللي سمحوا في خدمتهم، سمحوا في ولادهم، سمحوا في التزامات ديالهم، دي بروفيسور، دي دكتور، دي زانفيرميير، دي تكنيسيان، سمحوا في شغالاتهم. وملي يجيو يتغداو يدخلوا لدار الطالب ودخلوا يلقاو ان هذا السيد هذا اللي هو رئيس المجلس يعطينا حنا جوج طراف ديال اللحم 12 الناس، واش هادو كيديروا الصدقه؟ واش هادو كيسعوا؟ حنا ما جبناهم الا قادرين اننا نديروا لهم ايواء ونديروا لهم التغذيه ديالهم ونهزوهم على اكفوا في الراحه، ولكن من ما انه خدع على نفسه التزام خصو يوفي به، ويوفي به ماشي غير في هذا الجانب، يوفي فيه بهذا الجانب، يوفي فيه الجانب المادي، ويوفي في الجانب اللوجيستيكي. وعاد في هذا المنبر عاود كنرجعوا لواحد القضيه اللي هي اتحاد جمعيات اذا قنيضيف اللي راه واقف واللي كنا وقفنا وكتبنا رسائل للمسؤولين على انه يجب اعاده النظر في اتحاد جمعيات اذا قنيضيف، لانه الجمع القديم التالي ديالو كان فيه خروقات، وملي تصاب فيه خروقات وقفوا هاد الناس على العمل ديالهم لانه غيوقف، لانه ماشي الوجود ديالهم ماشي قانوني. والان هاد اتحاد الجمعيات محتاجه اذا قنيضيف كامله، ولكن تواطؤ المجلس القراوي وتواطؤ بعض الافراد وتواطؤ واحد الطابو اللي فيه واحد المافيا كتحكم اذا قنيضيف غادي يخليو، حنا عارفين غيبقى الاتحاد هكا وغيبقاو الدراري اللي خدامين فيه الاطر ديالو بلا خلاص، هذه مده ما تخلصوا، وغادي يبقاو الانشطه الجمعيه المجتمع المدني واقفه الى يسمعوا المسؤولين هذا النداء ويديروا اسيدي اللي عليهم ويوضعوا حد لهذه المهزله اللي كاينه في هذه البلاد. ما كايناش في البلاد كامله وانما كاينه في دار قنيضيف.